السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سخونة القدمين، الأسباب والعلاج. هل سبق لك وشعرت بحرارة وسخونة في قدميك، خاصة في ساعات الليل المتأخرة؟ وهو شعور استمر معك لعدة ليالي متتالية مع اختلاف في حدته من ليلة إلى أخرى. سخونة القدمين هي شعور بالسخونة أو الحرقة في القدمين، وقد يرافق هذه الحالة أعراض أخرى مثل بعض الوخز والتورم والإحمرار في القدم. أسباب سخونة القدمين: هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى نشأة وتطور هذه الحالة. 1- سوء التغذية. تحتاج الخلايا العصبية للتغذية المناسبة لتعمل بشكل جيد، لذا وإذا كان جسمك عاجز عن امتصاص المواد الغذائية التي يحتاج إليها، أو أنه لا يحصل على كفايته منها لأي سبب آخر، فقد يؤدي هذا إلى إلحاق الضرر بالأعصاب، أو على الأقل يرفع من فرص الإصابة بضرر في الأعصاب، الأمر الذي قد يسبب في نهاية المطاف نشأة حالة سخونة القدمين. وقد يؤدي النقص في بعض العناصر الغذائية مثل الكبريت وفيتامين B12 إلى نشأة ما يسمى باعتلال الأطراف المحيطة. 2- الاعتلال الأعصاب السكري. يعتبر مرض اعتلال الأعصاب السكري أحد أكثر مسببات سخونة القدمين، فقد يسبب مرض السكري من النمط الأول والثاني بإلحاق الضرر بالأعصاب، وهو أمر شائع. وقد تترافق سخونة القدمين الناتجة في هذه الحالة مع شعور بالألم والخدر والوخز في اليدين والقدمين. 3- الحمل وسخونة القدمين. قد تصاب المرأة الحامل بسخونة القدمين نتيجة التغير الهرموني التي تمر به خلال فترة الحمل، والتي ترفع من درجة حرارة جسمها بشكل طبيعي، كما أن زيادة الضغط والثقل المفروض على القدمين مع زيادة وزن الحامل وزيادة السوائل في الجسم عموما أثناء الحمل قد يلعب دور كبير في الإصابة بسخونة القدمين. 4- سن اليأس وانقطاع الطمث. قد تتسبب التغيرات الهرمونية التي تترافق مع فترة سن اليأس وانقطاع الطمث بزيادة في درجة حرارة الجسم والإصابة بسخونة القدمين، وتمر المرأة بسن اليأس عادة في المرحلة العمرية الواقعة ما بين 45 و55 عام. 5- التلوث الفطري. غالبا ما يصاب 15-25% من الأشخاص حول العالم في مرحلة ما بحالة صحية تسمى القدم الرياضي، وهي الالتهابات فطرية شائعة قد تتسبب بسخونة القدمين. ومن الجدير بالذكر هنا أنه من الضروري القيام بعلاج هذا النوع من التلوث والالتهاب فورا كي لا يتفاقم وينتشر لأجزاء أخرى من الجسم أو حتى لأشخاص آخرين. 6- التعرض المستمر للمعادن الثقيلة. قد يتسبب التعرض للمعادن الثقيلة مثل الزرنيخ والرصاص والزئبق بنشأة حالة سخونة القدمين، فيشعر الشخص ببعض الحرقة في الأيدي والقدم، إذ أن تراكم هذه المواد في الجسم مع التعرض المستمر لها قد يجعلها تصل إلى نسبة سامة تلحق الضرر بالأعصاب متسببة بالعديد من المشاكل. 7- العلاج الكيميائي. في الحالات الطبيعية يعمل العلاج الكيميائي على تدمير بعض الخلايا الضارة والتي تنمو بسرعة في الجسم مثل الخلايا السرطانية، ولكنه قد يتسبب كذلك بضرر وتلف في الأعصاب وسخونة القدمين. 8- مرض الاعتلال الأعصابي الوراثي. وهو مرض عصبي يسمى أيضا علميا بمرض شاروكو، ويعتبر أحد أكثر الأمراض العصبية الوراثية شيوعا. 9- مرض الكلى المزمن. وينشأ هذا المرض عندما تصاب الكلى بنوع من التلف فتصبح عاجزة عن أداء وظائفها الطبيعية التي تشمل التخلص من السموم والفضلات عن طريق البول، ما يؤدي إلى تراكم هذه السموم داخل الجسم تدريجيا لينتهي الأمر بالمريض مصاب باعتلال عصبي. 10- قصور الغدة الدرقية. قد يتسبب النقص في إنتاج هرمون الغدة الدرقية بحالة تدعى قصور الغدة الدرقية، والتي يشعر فيها المصاب بأمور مثل الخدر والألم في القدمين واليدين، وهذا النوع من الأعراض سببه الضرر والتلف الذي يلحق بالأعصاب نتيجة نقص إنتاج هرمون الغدة الدرقية في الجسم ولفترات مستمرة. 11- مرض الإيدز. تعتبر سخونة القدمين عرض شائع لدى مرض الإيدز، وغالبا تصيب ما نسبته الثلث منهم، حيث يتسبب المرض بضرر تدريجي وتلف في الأعصاب. 12- الإفراط في استهلاك الكحول.
إحدى الأسباب الشائعة كذلك لسخونة القدمين هي الإفراط في تناول الكحول، حيث تتضرر الأعصاب المتواجدة في القدمين واليدين وأجزاء أخرى في الجسم في حالة تسمى اعتلال العصبي للكحول، وتؤثر هذه الحالة سلبا على قدرة الجسم على امتصاص المواد الغذائية اللازمة لتمكين أعضائه من القيام بوظائفها بشكل سليم، ناهيك على أن الكحول مادة سامة بطبيعتها تلحق الضرر بجميع الأعصاب. 13 حالات مرضية أخرى، وقد تتسبب الإصابة بأحد الأمراض أو الحالات الصحية التالية بسخونة القدمين: اعتلال عصبي متعدد، احمرار الأطراف المؤلم، التهاب الأوعية الدموية، الساركويد. علاج سخونة القدمين: يختلف علاج سخونة القدمين من حالة لأخرى تبعا للسبب، ويشمل التالي: علاج الحالة المرضية التي تسببت بنشأة سخونة القدمين كعرض جانبي، أو السيطرة على الحالة المرضية في حال كان المرض مزمن ولا علاج له، مثل السيطرة على مستوى السكر في الدم في مرض اعتلال الأعصاب السكري. تغيير الدواء: أحيانا لا يحتاج الأمر أكثر من عملية تغيير الدواء الموصوف كما في حالة الأدوية الموصوفة لمرضى نقص المناعة المكتسبة، ولكن يجدر التنويه إلى أن خطوة كهذه لا يتم اتخاذها إلا بعد استشارة الطبيب المعالج. إجراء تغييرات حياتية بسيطة في حال كان سبب الحالة أمور مثل الإصابة بالقدم الرياضي أو تعرق القدمين، وهذه التغيرات مثل: قم بارتداء حذاء مختلف يوميا، أو أحرص على عدم ارتداء الحذاء نفسه ليومين متتاليين. تأكد من أن تقوم باختيار أحذية تناسب مقاسك وتضمن لقدمك التهوية الجيدة التي تحتاج إليها يوميا. قم بتغيير جواربك بانتظام خاصة بعد ممارسة الرياضة، واستعمل تلك المصنوعة من القطن والأنسجة الطبيعية. إياك وارتداء جوارب أو أحذية رطبة أو غير طبية أثناء ممارسة الرياضة. قم بارتداء الصنادل والأحذية المفتوحة في الطقس الحار لكي تسمح لأقدامك بالتنفس. ارتداء مناسب في الحمامات والمراحيض العامة أو التابعة للصالة الرياضية. تجنب الوقوف أو المشي لفترات طويلة قدر الإمكان. حاول تخفيض حرارة قدميك في نهاية اليوم الطويل الحار ووضعها في وعاء يحتوي على ماء بارد، وقم بارتداء حذاء مختلف يوميا وعدم ارتداء نفس الحذاء لمدة متتالية من الأيام. تأكد من أن تقوم باختيار الحذاء المناسب لقدمك على حسب مقاس قدمك، وتضمن لها التهوية التي تحتاج إليها كي تتنفس جيدا. قم بتغيير جواربك بانتظام خاصة بعد ممارسة الرياضة، واستعمل تلك الجوارب المصنوعة من القطن والأنسجة الطبيعية والأنسجة الطبية. وإياك وارتداء جوارب أو أحذية رطبة لأنها تساعد على نمو الفطريات والبكتيريا إلى قدمك. قم بارتداء الصنادل والأحذية المفتوحة في الطقس الحار لكي تسمح لقدمك بالتنفس. ارتداء خفا مناسب في الحمامات والمراحيض العامة أو التابعة للصالة الرياضية. تجنب الوقوف أو المشي لفترات طويلة قدر الإمكان لكي لا تسبب الضرر لقدمك إن كنت تعاني من سخونة القدمين. حاول بشكل جيد تخفيض حرارة قدمك بعدة طرق في نهاية اليوم الحار الطويل. قم بوضعها في وعاء يحتوي على ماء بارد. وشكرا ودمتم بصحة وعافية وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.